لا يمكن أن يأتيك مباشرة، عنده مبدأ بالسياسة وبالمفاوضات الموارد والكذب والخداع وإلى ما هنالك. يعني دائما تصور المبدأ الإسرائيلي بيقول لك لا تفاوض خصمك على الحد بينك وبينه، فاوضه على أرضه، هذا مبدأ إسرائيل، فاوضه على أرضه، فاوضه على أرضه. فإذا يعني على الأقل وصلتم إلى حد توافقي على أقلها، إما تأخذ شيء من أرضه أو لا تخسر شيء، لا تخسر شيء. وهذا على ما يبدو مبدأ أردوغان الآن، مبدأ أردوغان. لكن على ما يبدو أردوغان مثل ما قلت لك، يعني من بداية الأزمة إلى هذه اللحظة حساباته خاطئة حتى بالفكر الاستراتيجي السوري وبإدارة الأزمة وبالعسكري السوري والعسكري والسياسي والدبلوماسي.